الصلاه ديالي عمر كان شي مرا في الباب توقف وقفه وما يمشيش يتسخر له. ابني وقف من لوري كيقول له طلع عمو طلع عمو، هو كسار على الفران، تكا على الفران، داز عليه طرطق له راسه. الكاميونه ديالهم خسلوها، المخ دبني كان اصلا في الارض، حرقوا داك الشيء. ما قصرت شي واحد فينا، حسبنا حق كلفنايا بحال خص شي بعوضه. اعتقلوه السبت والحد، نهار الاثنين خرج بحاله. ولو يجيب لي مال الدنيا تغنيني، ما يردنيش على الكلمه د واحد ما يدخل عليا. مي كنمشي كنتفاجئ بان الجار ديالي اللي قتل لي بني جالس كيدرع بنو في البقال، وكنعطي الصوت ديالي نسيدنا ياخذ الحق ديالي. الا هو قتل العائل الاولاني بالطرمبيه وخلص عليه وخرج، العائل الثانيه هرسو وخرج، دابا حاليا ابني الثالث خلصوا عليه وخرج. اذا كل واحد يعمل شرع يده. من نهار الحادثه انا كنت مع الراجل ديالي في السبيطار 26 في الشهر، هزاتو لي لابيلانس من الدار في 10 الصباح، كان غايب بالغيبوبه، كان عنده الخزان فيه 12، رجلو بقى كيطلق النسمه بزاف باش هزيناه. مشيت لمحمد الخامس، النهار اللي كان يكون عنده العمليه هذاك النهار ما كتبش، السكر طلع له بزاف ما بطوش العمليه. في الاربعاء د العشيه دخلوا لي بني مقتول ميت، راسه مفرقع مره. يعني انا كيف ما دخلوا اول وحده نشوفه مع الطبيب، والحمد لله نزل ربي عليا الصبر وشجت لله. كانوا ثلاثه د العواول مشاو يبلغوا الزبن الجاره ديالي والعائل ديالها وابني والعائل د الجاره، طالعين هاو طالعه كاميونه وكاميونه هواده، وحده طالعه طوموبيله طالعه وهي هواده. ابني وقف من لوري كيقول له طلع عمو طلع عمو، هو كسار على الفران، تكا على الفران، داز عليه ضربوا بديك هذاك، داز عليه طرطق له راسه. ابني تهز قبل ما يجيو بوليس، يعني اصلا ابني ميت وتهز ابني قبل ما يجيو بوليس، هذه اول حاجه. ثاني حاجه تحرق الدم دبني قبل ما يجيو بوليس. ثالث حاجه عملوا بان ابني كان مشعبق، وانا ابني ما كانش مشعبق، يعني علاش ود العواو اللي كانوا معاه كانوا كيسيبوا حشاك الزبل. انا عيطت لابني قال لي ماما بان خاي قازت فيه الكاميونه ديال وراه خاي طرطقوا له راسو وراه ومات، يعني في نفس هذا. انا ملي سمعت هذا الخبر هذا شجت لله، حنيت من الارض وشجت وقلت الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. مي كنمشي كنتفاجئ بان الجار ديالي اللي قتل لي بني جالس كيدرع بنو في البقال، ودابا ملي جيت دابا من المحكمه هوت من الدائره 8 اعتقلوه السبت والحد، نهار الاثنين خرج بحاله. انا حتى شي تعويض ما يعوض لي على الدم دبني. انا بني 10 سنين ربيته كل جهد اللي فيا وكل صعوبه، وباش يخليوا لي انا هدايا ويعملوا فيا اللي بغاو ما يمكنش. انا كنعطي الصوت ديالي نسيدنا ياخذ الحق ديالي. الا هو قتل العائل الاولاني بالطرمبيه وخلص عليه وخرج، خلصت عليه شركه كتبيه وخرج، العائل الثانيه هرسو وخرج، دابا حاليا ابني الثالث خلصوا عليه وخرج. اذا كل واحد يعمل شرع يده. هذا الراجل خصو يتادب، علاش هاد الناس يخلصوا عليه وخرجوه، هو جالس كيضحك وانا معذب. ما قصرت شي واحد فينا، حسبنا بحال كلفنايا بحال خص شي بعوضه، فهمتي؟ انا كنطلب الحقوق دبني، ما كنطلب حتى شي حاجه، ما كنطلب فلوس، ما كنطلب حتى شي حاجه، كنطلب الحقوق دبني. ابني ما يمشيش ضايع، هادشي اللي كنطلب. هو كان خدام في مرشي، حاليا شحال ومريض، يعني مده ومريض، مده هو مريض ما كيخدمش. كيعاونونا لي جواد، حنا نجيو للواقع، حنا ماشي عنادي، كيعاونونا الناس. حاجه ولو يجيب لي مال الدنيا تغنيني، ما يردنيش على الكلمه د واحد ما يدخل عليا. عين نعسه اللي كان كينعس في الحضن ديالي ما يردليش هو. جيت بات هذاك النهار في الدار، خليت السيد يبات مع الراجل ديالي، وجيت انا بات في الدار وبنتي نعسه في حجري. جاو زولالي، زولا قال لي انا خصني نعس اليوم هنايا. نعس دفعت العائله، حيت انا عندي عائله وحده، دفعت اختو ونعسته هو. وعلى اللي قالوا لي الجيران هذاك الساعه هو الجار ديالي البارح عاد جا، هو تحت خضر، قال لي اختي جا عندي عطيته بنانه قال لي ما نشبراش، عطيته من ضالينا قال لي ما نشبراش. لا دا زايده قال له سعيد، قال له نعم، قال له ها
طلع دقيقة د المكانة ما كملاش يقسم حتى كان توفى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.